ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 69 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مؤكدة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. 284 يوما مضت ولا تزال آلة الحرب العدوانية تطلق ألسنة نيرانها وقذائفها صوب المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرتكبة أبشع المجازر بحق المدنيين حتى بات كل من يعيش على هذه الأرض مستهدفا من الاحتلال. فقد واصل جيش الاحتلال قصفه على جميع مناطق القطاع وارتكب 3 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات القليلة الماضية، وصل منها للمستشفيات 80 شهيدا وعددا كبيرا من الجرحى، معظمهم من الأطفال كانوا نائمين في مراكز نزوحهم. ورحت أجري أتفقد أطفالي بلادي، لقيتهم كلهم في الضرب رايحين 4 أنفار، وخشيت أدور عليهم بين الجرحى والقتلى والشهداء، والحمد لله رب العالمين. طلعت ولا بلدين محروقين حرق، 2، واحد عمره 2 والثاني 4، والأم كسر فيها كسور وبنت الثاني كسور وحروق برضه متوسط. وتركز قصف الاحتلال على المدارس ومراكز الإيواء والمباني السكنية والمراكز الطبية والصحية، وواصلت المدفعية الإسرائيلية استهداف المربعات السكنية وسط وغرب مدينة رفح. وفي منطقة الزوايدة وسط القطاع قصف جيش الاحتلال منزلا أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع جرحى، كما وانتشلت فرق الدفاع المدني 4 شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. اللي صار احنا يعني نايمين في دورنا، صحينا على صوت هواي جامدة، فطلعنا من الدور نجري، لقينا النار مولعة والصاروخ من الناس مقطعة جوا، جينا قعدنا نسعف لحتى الآن من ساعة الضرب لحتى الآن، وإحنا بنطلع ناس شهداء وبنطلع مصابين وبنطلع زي هيك. في غضون ذلك اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تدمير مقر الأونروا الرئيسي في غزة وتسويته بالأرض حلقة جديدة في سلسلة التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بحماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات وعدم استخدامها مطلقا لأغراض عسكرية أو قتالية. فالألم والوجع والبكاء على الإنسانية الضائعة بات يحاصر السكان هنا في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء في القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من مستشفى دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين.